أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المنصة. ألقت الحرب بظلالها على كافة نواحي الحياة في اليمن، فالأخبار اليومية التي تصل عن الحرب إلى أسماع المواطنين وما تشاهده أعينهم من أحداث مأساوية غلفت قلوب فئة كبيرة منهم بالقسوة وجعلتهم يمرون على أحداث العنف والجريمة مرور الكرام. تصاعدت ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع، وأصبحنا نسمع عن قصص لم تكن في الحسبان أن تمر يوما على بال أحد، قصص مأساوية بالغة الوحشية. فتارة تنتشر قصة عن أب أقدم على قتل بناته الثلاث من خلال إغراقهم في الماء، وتارة تنتشر قصة عن زوج قام بقتل زوجته وأختها وأبنائها وإخوته ونالت السرقة والغش والنهب والاغتصاب نصيبها أيضا في الأحداث التي لم تتوقف منذ بدايات الحرب. عن تصاعد معدل الجريمة والعنف في المجتمع خلال سنوات الحرب سيكون المحور الأول من حلقتنا لهذا الأسبوع. أما المحور الثاني فسنتناول موضوع تضييق الميليشيات على الحريات العامة والخاصة. لماذا مع كل حادثة قمع تقوم بها هذه الميليشيات تؤيد فئة في المجتمع هذا الفعل بحجة أنها تقوم بحماية الفضيلة؟ قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم نتابع هذه التصريحات لبعض المواطنين عن موضوع تصاعد معدل الجريمة والعنف في أوساط المجتمع. أسباب انتشار الجريمة أول حاجة وهو الجهل والتخلف، اثنين وهو توقف الجبهات منذ أكثر من سنة منذ عامين، انتشار السلاح المنفلت داخل المدينة من بعض فصائل المقاومة والجيش، ثالثا عدم معالجة المشاكل والقضايا أولا بأول من قبل القيادة. بسبب الانفلات الأمني وبسبب انشغال وبسبب أنه سياسة الأمن غير موجودة ومضبوطة هي من جعلت أو القصور الموجود في الأمن هو من جعل الانفلات الأمني ينتشر وبشكل كبير وبشكل مخيف، وهذا يضر بالأمن المواطن واستقراره. وهناك عوامل عدة وكثيرة تجعل العنف منتشر، ومنها الحرمان وانقطاع الرواتب، وكمان فيها أنه بعض الظلم أو الظلم الذي يحسونه بعض الجنود من أنهم لم يستلموا رواتبهم، هو ما جعل العنف بشكل لاستلاب الحقوق أو من يشعر الضحية بأنه مستلب، أن حقوقه مستلبة. بالنسبة للجرائم والعنف اللي تحصل في أي دولة ما، من المعروف والمدرك أن الدول التي تقع فيها حروب وصراعات دموية يحصل فيها نوع من الانفلات الأمني ويحصل فيها نوع من الانفلات الأخلاقي والثقافي. يترتب على ذلك حدوث الجرائم من خلال ظهور بعض الفئات التي تملك نزعة انتقامية أو نزعة شر، فتجد في هذه البيئة مبتغاها وتظهر بشكل لافت الانتباه. في بلادنا أيضا ساعد على ذلك هو غياب الدولة وقوتها، غياب الجهات المسؤولة كالأمن وكالجيش في ضبط المنفلتين أمنيا. إذن مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأول اتصال معنا من المغرب الدكتورة جميلة غالب. مرحبا بك دكتورة، مساء الخير. أهلا بك دكتورة جميلة. كما تابعت بعض التصريحات لمواطنين من اليمن تحدثوا أن كان للأوضاع في اليمن خلال السنوات الماضية علاقة مباشرة بارتفاع معدل الجريمة في المجتمع اليمني، حدثينا عن ذلك دكتورة جميلة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نعلم جيدا أن المشكلات والأزمات والطوارئ وظروف الحرب وما إلى ذلك تشوش على الإنسان، بل وتجعله في ورطة شديدة في إيجاد الحل. فالإنسان يتفاعل بشكل دائم ومستمر مع ظروف البيئة التي تحيط به، وإذا قدر استطاع أن يواجه ويسيطر على البيئة من حوله وعلى ظروفه أن يجد الحل،
فإنه بالتالي ستكون حياته يعني شبه لا بأس بها وقوية. لكن عندما يفشل في أن يسيطر على المحيط من حوله وعلى الظروف ويفشل في أن يجد الحلول المناسبة، فإن هذا سيؤثر على الخطوة وكمان يورطه في مشكلات كبيرة وإصابة نفسية. دائما نتكلم على أن هناك آثار للحرب، آثار للأزمات، آثار للطوارئ، آثار للكوارث. هذه واحدة يعني جاءت جلية وواضحة ومباشرة والكل الآن متعرف عليها وبيشاهدها، سواء بشكل فردي أو بشكل يعني كبير في مسائل كثيرة انتشرت في الآونة الأخيرة. لكن هي تعتبر إصابة نفسية مباشرة، تأثير نفسي مباشر للحرب. العنف ما هو العنف؟ العنف هو أي شيء استخدام الدية على الآخر. نعم. من الناحية النفسية لا يقوم بها إلا شخص نستطيع أن نسميه أو نقول عنه أنه إنسان ضعيف، عنده إحساس بالعجز القوي، إنسان يريد أن يتحرر ويريد أن يصبح مسيطر على البيئة ويريد أن ينتقم ويريد أن يكون ذو قدرة على أن يصحح الفشل. طبعا تعكس هذه بالضرورة الخبرات، يعني في ناس حيكونوا عنيفين، في ناس عنيفين، في ناس يعني يتعرضوا لنفس الخبرات، نفس الزكاوى، نفس الظروف، نفس الطوارئ. هذه بتعود لنا بتخلينا نرجع إلى الفرد في 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 في, في تربيته، في تكوينها الأساسي، في تكوينها البدائي منذ الطفولة. فهناك مثلا الأسر التي بيكون فيها الأب والأم نرجسيين، يعني يريدون هم يعني ما فيش اهتمام باحتياجات الأطفال، إيش دعا احتياجاتهم منذ السنين الأولى، السنوات الأولى، السنة الأولى، الثانية، الثالثة إلى الخامسة، ما فيش إشباعات الأساسيات للأطفال. هؤلاء الأطفال دائما يكونوا من النمط المشاكس، من النمط الذي ممكن أن يخرج لعبة الآخر، ممكن في أثناء اللعب أن يعتدي على زميله أو كذا. في مرحلة الطفولة هي الأساس في تكوين هذا الشيء، وكجانب يعني انعكاس لنرجسية الأم ونرجسية الأب، وحتى ممكن نقول نرجسية الظروف بنفسها. فالتفكير والتفكير ظهر فيها العنف وتنامت فيها الجريمة والكباحة، وحتى مشاهدة العنف اليومي عندما يشاهد الأطفال ويسمعون الأخبار، هذا أيضا ينمي فيهم هذا الجانب ويغذي فيهم، بحيث أن الطفل وتستصغر وتهجم عليهم مسائل البيان بصور عنيفة والميل إلى النزاعات وإلى العداءات وإلى السلوكيات. لكن هل كمان يزيد أنه عنصر مهم جدا الآن هذا الكلام، أنه يعني هناك نتيجة مكتسبة لمشاهدة العنف، أنه يعجز الجهاز النفسي، وبالتالي تكرار الأحداث وتكرار المواقف التي فيها يقابل الآخرين وتعدي عليهم. ونحن نعرف أنه كمان يعني أن هناك في فجأة تنتشر بيننا، وفجأة لدت لها بيئة خصبة من العدوانية وظهور العنف كظاهرة موجودة عندنا في صحيح. المجتمع. صحيح دكتور، وهذا ما كنت سأتي على سؤالك. كنار في الحشيم بين هذا المجتمع الواحد. نعم. كل شخص يستعين بالآخر ويعني يكون لا اعتداء، وفي النهاية أقول أن السلوك معقد لا يكون من رغبة داخلية. نعم، اعذريني دكتورة على المقاطعة، ولكن أريد التوسع قليلا بهذه النقطة. اعذريني على المقاطعة دكتورة، ولكن أردت التوسع قليلا بهذه النقطة عن دور المجتمع. هنالك كما تحدثت وتكرمت أفكار مغلوطة لدى المجتمع، كأن يرى أحدهم أب يضرب أطفاله ويقول خليه يربيهم، يعني هذه يشوفها أن العنف من أبواب من طرق التربية. دور المجتمع السلبي أحيانا قد يكون مساعد في تصاعد العنف وأيضا مسبب للجريمة في المجتمع. كيف يمكن التعويل على دور المجتمع؟ كيف يمكن تصحيح هذه الأفكار المغلوطة لدى هذا المجتمع؟ يكون المجتمع الآن قد يحكي هذا اللفظ أنه المجتمع الآن يعيش فوضى، والفوضى هذه بيئة غير صحية. إذا ما أردنا يعني تصحيح الواقع أو تصحيح الوضع الذي نحن فيه، يجب أن ننظر إلى الموضوع بعدة أشكال أو من عدة زوايا. أولها أن نعيد تنظيم البيئة من حولنا، تنظيم المجتمع، لأن هناك تواصل مع النفس، التواصل السيء مع الآخرين، التواصل يكون سيء بالتالي مع المجتمع. فالنقطة الأساسية هي الإنتاج من إشاعة مثل ما نقول روح التسامح، روح المحبة، أن نقلل من مظاهر العنف في المشاعر، يعني على مستوى الأفراد.
وعلاقته بالذات وعلاقته بالافكار التي حينتجها وبالتكيفات التي يستخدمها لتساعده في التواصل مع الاخرين. يعني هي كلها كأمارات مع الجميع يجب ان يستخدموها الجميع في ظل ترسيخ مبدا التسامح والتعاون والتكافل. احياء هذه البيئه، احياء هذه البيئه، والاستعداد قدر الامكان. نحن مثلا عندك المغتربين في الخارج عندما يظلون في متابعه للداخل وما يحصل من مشاهد تؤثر حتى عنهم عن بعد، وميلهم الى العنف والغضب وسرعه الانفعال والردود اللامنطقيه بسبب المشاهدات. ننصح دائما انه دعوا الاخبار، انتم في مكان بعيد، في مكان امن، في مكان الحمد لله، لا تكونوا تقلقون على الاهل والجميع والاقارب، لكن ابتعدوا قدر الامكان. فلو عاد المجتمع يعني الى لحمه القيم الجميله التي رسخت دين الاسلام ورسختها عاداتنا وتقاليدنا الاصيله من تكافل وتعاون، ستكون عزيزتي ستكون هناك إعادة ترتيب وإعادة تنظيم والإبتعاد عن الفوضى التي هي مزعجة نفسيا ومزعجة فكريا لنا جميعا. نعم، إذا الدكتورة جميلة غالب كنت معنا من المغرب، شكرا جزيلا لك دكتورة جميلة. إذا مشاهدينا الكرام اتصال آخر هذه المرة من السعودية معنا فهد المجيدي، مرحبا بك فهد، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور يا مرحبا. أهلا بك فهد. إذا نناقش كيف أثرت الحرب والأوضاع في اليمن خلال السنوات الماضية على تزايد نسبة العنف والجريمة، تعليقك حول هذه المحور، وأيضا في البيئة المحيطة بك في اليمن، هل شهدت أي من هذه الحوادث؟ يعني ما حدث في اليمن هو أمر محزن نتج عنه أشياء كثيرة. تصاعد العنف يعني يأتي من خلال غياب القانون وتفعيل القضاء، وهذا يأتي نتيجة يعني غياب دور المؤسسات نتيجة الانقلاب اللي حصل. عندما يعني تغيب هذه المؤسسات التوعوية، المؤسسات حقوق الإنسان، مؤسسات تصبح الجريمة يعني مشاعة في كل مكان. ما يحصل حاليا في اليمن يعني أمر محزن نتيجة هذا الانقلاب. لو نلاحظ الآن يعني في كثير من المناطق هناك انفلات في انفلات بالسلاح، انفلات في عصابة، ظهرت عصابات، ظهرت يعني أخلاقيات لم تكن موجودة من قبل. الطفل يتعرض إلى 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 الاغتصاب، الأطفال بشكل عام، النساء، وهذا يأتي نتيجة غياب القانون وتصاعد العنف في هذه المناطق. ما برأيي أنه ما يحصل حاليا يعني نتيجة الحرب الفقر يعني يزداد، وكثير من الناس يعني نتيجة الفقر يذهبوا إلى كثير من الأعمال التي يعني يقتاتوا منها ولو على حساب الناس كالسرقة والقتل وغيرها. نعم، إذا كما تفضلت فهد أن غياب الدولة والقانون تسبب بشكل مباشر في الوضع، وأيضا تحدثت عن الأوضاع الاقتصادية. في ظل هذه الأوضاع، خاصة في ظل غياب الدولة، كيف يمكن للمجتمع أن يساهم في الحد من هذه الظاهرة؟ المجتمع اليمني بطبيعته محافظ، ولكن نتيجة استقواء الجماعة المسلحة والجماعة اللي خارج القانون، ولكن هناك أمل يعني كبير للمجتمع يعني إشاعة يعني التراحم والتآلف فيما بينهم. لابد للمجتمع أن يكون له دور كبير، دور المنظمات الإنسانية، دور المجتمع، المسجد، يعني دور يعني دور الثقافه، يعني هناك امور كثيره لابد للمجتمع ان يفعلها، ولو انه يعني
يعني جماعات المسلحة أو إنه يعني هناك ضعف في المناطق المحررة، يعني قوة القانون ما زال ضعيف فيها، ولكن دور المجتمع يعني لابد أن يكون يعني يكون فاعل في كل المناطق. نعم، إذن فهد المجيدي شكرا جزيلا لك، كنت معنا من السعودية. أشكرك أنك كنت معي ضيفي هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، الآن ينضم إلينا أيضا من السعودية محمد المقدم. مرحبا بك محمد، مساء الخير. أيوة مرحبا، أهلا بك محمد، مساء الخير. حياك الله. مرحبا محمد، تنتشر ظاهرة العنف وتزايد نسبة الجريمة في اليمن نتيجة الأوضاع الحالية، التدهور الاقتصادي، أيضا غياب الدولة. برأيك أنت كيف يمكن للمجتمع أن في ظل غياب الدولة أن يساهم في الحد من هذه الظاهرة؟ محمد هل تسمعني؟ حياك الله. مرحبا محمد، تفضل. مرحبا، انا اسمعك محمد، تفضل. انا عفاك معك، انتهى ومعايا وانا اسمعك. انت تسمعني. السؤال كان عن المحور الأول من هذه الحلقة، نحن نتحدث عن كيف أثرت الأوضاع في اليمن وسنوات الحرب الماضية أو الحالية على ازدياد نسبة العنف والجريمة. نعم محمد، أنا أسمعك. حياك الله. مرحبا، أهلا بك. أهلا بك محمد، تعليقك حول الموضوع. مرحبا، تسمعني محمد؟ يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال. إذن إلى أن تحل هذه المشكلة ونستقبل اتصال آخر، نذهب لاستطلاع بعض التعليقات التي وردت عبر مواقع التواصل الاجتماعي على موضوع هذه الحلقة أو هذا المحور، ونستعرض أبرز هذه التعليقات. من عمر الورافي يقول: عمر، باعتقادي أن أحد الأسباب الهامة في انتشار الجريمة هو تفشي البطالة والفراغ لدى الفرد، مما يجعل تفكيره سلبيا على الأغلب. إذن عمر، يعزي ذلك إلى الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلد. مروان يحيى يقول: مروان، من أسباب تصاعد العنف ضغوط مالية والتحريض الديني، وهو الأخطر الذي يجعل مرتكب الجريمة واثق أنه تقرب إلى الله. إذا أيضا مروان يرى أن الأسباب الاقتصادية لها دور في ذلك. وتعليق آخر من زهرة تعز تقول: السبب موت الإنسانية إضافة إلى غياب الدولة وعدم اهتمامها بكل ما يجري على الأرض. لو تنزل اليمن والناس التي بداخلها فتة ما بيتحركوا أبدا، كل جهة تحمل المسؤولية الجهة الأخرى، والمواطن بالوسط يتفرج ويتجرع كل أصناف الانتهاكات وسط تساهل وصمت الحكومة التي تعرف بالشرعية. إذا زهرة تقول أن السبب الرئيسي هو غياب الدولة. عبد الكريم البكاري يقول: عبد الكريم، في بلادنا أصبحت الجريمة شيء عادي والعنف شيء لا عنف. الجريمة أن لا ترتكب جريمة ولا تمارس عنفا. تدري ليش؟ لأن ما يوجد هنا أو هنا مجرد ميليشيات ومفصعين وبلاطجة وخارجين عن الدولة والقانون، ولا دولة ولا قانون. إذا تعليق أخير لجار الله عمر يقول: استمرار الحرب والفقر ينذران بقدوم جيل لا يعرف الرحمة، جيل قاسي يتلذذ بالدم. إذا كان هذا هو التعليق الأخير لجار الله، الذي اختصر أن العنف يجر العنف، وأن استمرار العنف في البلد ودخولها في الحرب كل هذه السنوات بالتأكيد أنه سيلقي بظلاله على المجتمع وعلى الناس وعلى تعاملاتهم. إذا مشاهدينا الكرام، معنا محمد المقدم مرة أخرى من السعودية. محمد، أتمنى أن تكون هذه المرة تسمعني بشكل جيد. أسمعك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. واضح؟ أيوة أسمعك. إذا محمد، تعليقك حول الموضوع. والله للأسف أنه انتشار ظاهرة الجريمة في اليمن في الفترة الأخيرة
وانتشارها كثقافة. هنا الكارثة، لما تكون الجريمة كثقافة والمجتمع متغاضي عنها فهنا هي المشكلة. فلعل إن غياب الدولة بشكل أساسي ومفهوم الدولة هو السبب، وعدم تكافؤ الفرص والحقوق والواجبات أمام الجميع، وانتشار الفقر والحصار والجوع، فهذا كل من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الجريمة في المجتمع. كما إن لا وجود مشروع للدولة لدى الميليشيات في المناطق المسيطرة عليها الميليشيات، لا يوجد مشروع دولة فقط في بداية، ولا يوجد مشروع دولة في المناطق المحررة التي تحت إدارة الشرعية حتى إنها تكون مثال يحتذى به وتطبق العدالة أمام الجميع ومساواة الجميع في الحقوق والواجبات. هذه التي تؤدي إلى زيارة الجريمة ومعدل زيارة الجريمة في المجتمع. كذلك غياب السلطة القضائية وغياب السلطة الأمنية واحتماء نافذين من واحتماء نافذين يمثلون الدولة ويغطون على ناس يمارسون الجرائم، وهذه هي الكارثة الكبرى. نعم، إذا برأيك ما الحل محمد؟ الحل هو تفعيل مشروع الدولة، تفعيل مشروع الدولة وتفعيل مشروع القضاء والعدالة أمام الجميع. لا يتحقق مشروع الدولة إلا في رؤية واضحة في سلطات الشرعية تمارس سلطاتها على الأرض، تحارب الميليشيات وتعمل على إرساء مفهوم العدالة للجميع. أما في غياب مشروع الدولة فالكبير يأكل الصغير والغني يأكل الفقير، والفقير بدوره يرى إنه يعني لا وجود للعدالة، لا وجود لتكافؤ الفرص، فالمجتمع يأكل بعضه، المجتمع يأكل بعضه والبوح كافر. فالحل هو اتجاه الدولة لتفعيل مشروعها الصادق حتى يكون مثال يحتذى به في المناطق المحررة أولا، حتى إن الجميع يمشي وراء مشروع الدولة. أما دولة غائبة وخارج الوطن وافتقاد رؤية عمل مؤسسات وإرساء القضاء وإرساء العدالة، فهذا يكون بيئة خصبة لمعدل الجريمة ولزيادة معدل الجريمة. نعم، إذا محمد المقدم كنت معي من السعودية، شكرا جزيلا لك. شكرا لمشاركتك معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر معنا، نبيل الفقيه أيضا من السعودية، مرحبا بك نبيل. سلام الله عليك أخت أمل وعلى المشاهدين الكرام. أهلا بك نبيل، تعليقك حول موضوع الحلقة. أخت أمل، الكل يعرف أننا دخلنا حرب منذ 5 سنوات و من الانقلابات الميليشية الحوثية على السلطة واجتياحها بقوة السلاح سواء في صنعاء أو المحافظات الأخرى، ارتفع منسوب جرائم السرقات والنهب والسط واختطاف أطفال وفتيات وأضعاف عما كانت عليه في السابق. السبب بذلك حالة الفوضى الأمنية الغير مسبوقة التي شهدتها تلك المناطق، وكذلك إشراف قيادات أمنية عسكرية موالية للحوثي استطاعت أن تنتقم من المجتمع، أو أن من يرتكب في كثير من الأحيان من يرتكب هذه الجرائم هم يستقون في الميليشيات بحكم أنهم عملاء لهم أو أنهم في جبهاتهم أو أنهم موالين لهم بالأصح، فلذلك يستطيع أن يرتكب. يعني سمعنا عن جرائم كثيرة، مثلا يعني أحدهم من عمران عاد من الجبهة واختلف مع والده وقتل والده، رجل في موالي للحوثيين أو للميليشيات، يعني لماذا نقول للميليشيات أو كذا؟ النفس الإجرامية موجودة نتيجة الإجرام الذي يحصل من رأس الهرم وهم سلطة الأمر الواقع أو الحوثيين، فيعودون بالنفس. صارت الجريمة شيء طبيعي، يعني قبل أسبوع أحدهم يريد أن يسترجع زوجته وهو موالي للحوثيين، يريد أن يسترجع زوجته فرفضت، قتلها وقتل أختها وقتل أخوها و5 مصابين. جريمة أخرى، مثلا أنا في منطقتي أنا طفلة بريئة مثل ريماس عبد السلام القادري، الكل يعرف ذلك، في منطقة محصورة وفي غضون ساعات قبل المغرب خرجت إلى بيتهم وتم قتلها وخنقها، والآن حتى في محافظة أبو منطقتي لم يستطع الأمن أن يعني يعلن القاتل الرسمي، لم يخرج في التحقيقات نتيجة كثرة الجرائم. ومثل هذه الجريمة تهز المجتمع، لكن مع كثرة الجرائم مع كثرة
صار يتطبع على المجتمع، وكذلك من لا يواليهم او شيء لا يمكن ان يحل له مشكله. يعني نحن نتكلم مثلا عن مثلا في محافظه ادب 14,108 منذ 5 سنوات جريمه ارتكبت في المحافظه. مركز الاعلام المركز العاصمي الاعلاني يعلن خلال 5 سنوات عن جرائم 80,000 جريمة متنوعة بين سرقة وقتل واعتداء ونهب بيوت وسرقات انتشرت في صنعاء كثر الجرائم أو إصابات مسلحة تسطو على المنازل، تسرق، تنهب، كسر سيارات، يعني كل أنواع الجرائم. وهؤلاء هم تابعين يتقون كما قلت لك سابقا بمشرفين الحرس لأنهم تابعين لهم أو أنهم من الميليشيات يعودون من الجبهة. صار نفس الإجرام بسيط جدا، القتل شيء طبيعي جدا نتيجة لأننا في ضغط أكبر وهو الحرب، وصار القتل شيء طبيعي والنفس الإجرامية، غياب الأمن، غياب الوجع الديني، غياب يعني كثير من المسببات. هذا مثلا عندما نتكلم عن اكثر الجرائم التي هي في مناطق سيطره الحوثي، وهي الارقام والاحصائيات التي تشير الى انتشار هذه الجرائم. يعني نحن في مثلا في محافظه اد ليس فيها حرب، ليس فيها شيء، لكن دفعنا خلال 5 سنوات مقارنه بتعز دفعنا بالتقسيط بين قتل وتدمير وكذا. مثلا تاتي عصابه مسلحه من صنعاء تعتدي على احد على اختلاف بين يعني جيران، احدهم ينتمي اصوله الى محافظه صنعاء او صعده او غيره، وتاتي بالاطفال ومسلحين الى محافظه يتم اعتداء او احراق البيوت ونهب الممتلكات تحت انظار السلطه الامنيه. لا يستطيع ان تعمل شيء لان هؤلاء مواليين للحوثي، وهذا من السكان وهنا الكارثة الأكبر نبيل، وهنا الكارثة الأكبر نبيل، أنه الجهات التي يعول عليها لضبط الأمور ولحل هذه القضايا هي من تنتهك القوانين في تعز كما حصل مؤخرا. أفراد من يتبعون جهات أمنية قاموا بدخول مستشفى وتصفية أحد المواطنين داخل المستشفى. إذا كانت هذه الجهات هي المكلف بها بتطبيق القانون هي أكثر من تقوم بانتهاكه. إذا شكرا جزيلا لك نبيل الفقي، كنت معي من السعودية. إذا مشاهدينا الكرام بهذا نختم المحور الأول وننتقل إلى المحور الثاني من هذه الحلقة، والذي سنناقش فيه تضييق الميليشيات على الحريات العامة والخاصة. ونستقبل أول اتصالات هذا الموضوع. اتصالات ولا تصريحات؟ إذن نبدأ باستقبال الاتصالات، ومعنا فؤاد عامر الذي ينضم إلينا من فرنسا. مرحبا بك فؤاد، مساء الخير. مرحبا أستاذة بك وبالمشاهدين. أهلا بك. إذن فؤاد، ربما يكون من السخيف أن نقول لماذا تقوم الميليشيا بهذه التصرفات من تضييق على الحريات، ولكن إذا سألنا لماذا يقوم البعض بتبرير هذه التصرفات ويرى أنها من باب حراسة الفضيلة في المجتمع، ما الذي يدفع هذه الفئة للتبرير وأن يروا إلى هذه التصرفات بهذا الشكل؟ طبعا بالنسبة للميليشيات وهي تقوم بهذه الممارسات، هي بداية هي اسمها ميليشيات. نعم. وبالتالي فلا نتوقع منها أن يكون هناك سلوك الدولة، السلوك بالضبط. المنضبط، السلوك الذي يقوم على أساس الرادع التوازن بين السلطات، احترام السلطات القضائية، احترام الاتفاقيات. هذه عصابة، وبالتالي لا يجب أن نتوقع منها ما يتوقع من الدولة. مهما كانت الدولة تجاوزت في أخطائها، فإن هناك يعني بعض الكوادح لها وسلوكها، وهذا لا ينطبق على موضوع الميليشيات. الميليشيات هذه أصلا لا يوجد لها مشروع سياسي واقتصادي للمجتمع، لا يوجد لها ما تقدمه للدولة والمجتمع في اليمن. وبالتالي هي تلجأ غالبا كما هي عادة كل الجماعات الدينية، سواء داعش، سواء القاعدة في أفغانستان، في أي مكان، في العراق، في نلاحظ أن هذه الجماعات والميليشيات هي تلجأ للتضييق على الحيز الاجتماعي والمستهدف الأول فيها،
هو جميع مظاهر الفرح في المجتمع هي المرأة التي تدفع الثمن الأكبر من التضييق، وبالتالي يعوضها تجنيها أو تجاوزها أو حيازتها على الجانب الاجتماعي، ترى أنه يعفيها عن النظر عن أن مساءلتها على ما تنجزه وتقدمه للمجتمع من برامج وتطلعات سياسية واقتصادية. لكن إجمالا يجب أن نتوقع هذا الشيء من هذه الجماعة بالذات، خصوصا مع الجماعة الحوثية، وهي يعني هذه الجماعة لديها مشروع مناقض تماما للدولة والمجتمع في اليمن. هذه جماعة هي ذراع السياسي لسلالة عنصرية ترى أن لها حق إلهي في حكم هذا البلد، وبالتالي هي تلجأ تحاول أن تكرس ما يمكن أن نسميها ما سمته هي وليس ما نسميه هو الهوية الإيمانية كهوية بديلة عن الهوية الإيمانية للدولة والمجتمع في اليمن، وهذا يأتي في هذا السياق. فهي تقوم بالتضييق، تقوم برصد تحركات الناس، التضييق على الحريات، التضييق على حقوق الناس وعلى حقوق الأفراد في إطار سياستها في إعادة هندسة المجتمع وهندسة المجتمع فيما يقود يعني بشكل أو بآخر إلى أن يكون هذا المجتمع هو مجرد جنود وأفراد في مشروعها وفي عسكرتها للدولة المجتمع وفي خدمة مشاريعها، في خدمة في أن يذهبوا إلى الجبهات، وبالتالي هي تتضايق من كل شكل من أشكال أو مظاهر الفرح للناس، الأغاني، المرأة التي يجب أن تكون سعيدة، الشباب، وبالتالي هم تخيلهم ورسمهم للشباب هؤلاء الذين موجودين مثلا الذين سمعنا قصصهم في الفرص الآونة الأخيرة، يجب أن يكون ذلك المغبر، ذلك الفرد الذي يكون أبو قعشة، يعني لديه محمل فقط الآلي أو السلاح لكي يقوم بخدمتها وأداء واجبها الجهادي. إذن نعم. هذا هو نعم فؤاد، وأنت تتحدث كانت تعرض على شاشة مشاهد لأطفال قاموا بحلق رؤوسهم لأنهم كانوا يقفون أمام مدارس البنات، مثل هكذا تصرفات كما يقال أو كما تم النشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وشاهدنا جميعا هذه مقاطع الفيديو. بهذه التصرفات هي تقوم بإلهاء الناس عن القضايا الرئيسية في وواجبات الدولة الرئيسية وإيهامهم بوجود دولة أساسا. برأيك كيف يمكن إيضاح للناس حقيقة هؤلاء أن ما يقومون به ليس هو من مهام الدولة، وأن مهام الدولة الحقيقية هي دفع الرواتب، إيجاد الخدمات للناس وغير ذلك؟ نعم، هذا ما أشرنا إليه سابقا، وهو أن انعدام المشروع السياسي والاقتصادي للدولة والمجتمع. أولا هذه كما قلنا هذه ميليشيات، والميليشيات هذه ابتداء لا تعترف، هي منتج ينتمي إلى التاريخ، إلى عصر الكهوف، إلى عصر ما قبل الدولة، إلى عصر ما قبل القيم الحديثة، عصر ما قبل احترام حقوق الإنسان، عصر ما قبل الحرية. وبالتالي هي انقلبت أصلا على حاجة اسمها ديمقراطية، على حاجة اسمها إجماع فيدرالية ومحاكمة، وبالتالي انقلابها الآن على هذه القيم المجتمعية من حرية فردية يأتي في هذا السياق الذي تحدثنا عنه سابقا، وهو سياق فرض هوية إيمانية باستغلال العاطفة الدينية للشعب اليمني، الذي للأسف أنه ينجر بمجرد أن تأتي إليه أي مجموعة من الناس أو المشائخ أو من الخطاب الديني، يقوم بالاستسلام بشكل كبير لمثل هذا الخطاب تحت مسميات حماية الفضيلة. وبالتالي سيكون الحل هو في إعادة تأسيس خطاب جديد منفتح لدى الناس، يذكرهم بحقوقهم الأساسية، يذكرهم بأن وظيفة الدولة ليست التدخل في شؤون الناس، وليست وظيفتها أن تودينا إلى الجنة والنار في اليوم الآخر، وإنما وظيفتنا هنا الآن في الدنيا تلبية حاجتنا ومساءلتها على كل تصرفاتها، على كل برامجها السياسية والاقتصادية في خدمة الأفراد. هذا السلوك الإيماني كما قلنا أو الهوية الإيمانية تجلياته تقريبا، يعني أنا أكثر من مرة طلعت معكم في البرنامج وكله يأتي في هذا السياق، يعني مرة فيما يتعلق بالنساء، مرة فيما يتعلق بالشباب، مرة فيما يتعلق بحلاقتهم، مرة فيما يتعلق بالهجوم على الكافيهات، الكافيشوب، هذا كله كما قلنا يأتي في إعادة هندسة الدولة والمجتمع بما يخدم الإيديولوجيا، لأن هذه الجماعة لا يمكن أن تنتمي. إذا كان هناك معنى انتماء هذه الجماعة والتزامها بالحد الأدنى من حقوق الإنسان ومن الحريات العامة ومن الحريات الفردية، أنها ستنتهي
من الذي إذا وجد الحد الأدنى من حرية التعبير هذه الجماعة ستختفي؟ إذا وجد الحد الأدنى من حرية المرأة من مشاركتها من فرح الناس من مبادراتهم الذاتية هذه لا يمكن، وبالتالي هي جماعة تقف نقيضة كليا مع كل القيم الحديثة التي تتأسس عليها المجتمعات الحديثة، وبالتالي ليس هناك إلا خيار آخر وهو المواجهة المباشرة والمواجهة الصفرية مع هذه الجماعة. لا توجد حلول أخرى ولا يمكن إلزامها. والمؤسف أن كثير من الناس يعني بحكم العاطفة الدينية ينجرون إلى مثل هذه الممارسات كنوع من التعويض، ربما كنوع من الشعور بالنقص والعجز أمام تغول هذه الميليشيات، فيقومون بمحاولة مواساة أنفسهم بأن هذه التصرفات تعطيهم بعض. نعم وضحت الفكرة فؤاد، شكرا جزيلا لك، أشكرك جزيلا الشكر أنك كنت معي في هذه الحلقة. اتصال آخر من مصطفى محمود من مأرب، مرحبا بك مصطفى، مساء الخير مصطفى. إذن كما تابعت وتابعنا جميعا هذه الممارسات التي تنتشر بين الحين والآخر موثقة بالفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لقيام ميليشيات الحوثي بانتهاكات بحق المواطنين وحرياتهم، الغريب أن من بعض ردود الفعل تأتي من المعادين لهم يكون ضد الميليشيا، وعندما تقوم بهذه الانتهاكات يكون معها بهذه الجزئية من باب أنها تقوم بالحفاظ على الفضيلة. كيف يمكن فهم هذا التناقض في المواقف عند البعض؟ أولا مساء الخير. مساء الصوت واضح؟ نعم واضح تفضل. اولا نبدا من جماعه الحوثي حركه نازيه عنصريه حاقده حيا من ارض ولسان، هي امتداد الحكم الامامي للبغي، اما حكايه تطبيقها على الحريات العامه والخاصه فهذا موضوع طبيعي، لان تكوين هذه الميليشيا من العنف والاكراه والغلبه، فمن الطبيعي ان تمارس الارهاب لبقائها، لكنها تسلك طريقا مكلفا وخطيرا في ظل استمرارها ارتكاب جرائم ضد الانسان اليمني وضد اليمنيين، وتزداد حاله استهداف المدنيين كل يوم، تبقى هذه الميليشيات مسيطره. منذ سبتمبر 2014 عند اجتياحها العاصمه صنعاء جربوا اليمنيين من كل وسائل التعبير عن الراي وطاردوا معارضيهم وألغوا العمل السياسي والمدني كما تنصلوا وأسقطوا مسؤوليات الحكومة وخدماتها اتجاه المواطن. أما قول بأن هناك ناس يقفوا يعني أنهم مؤيدين لفكرتهم، حلقة رؤوس الصبيان الذي رأيناهم بالفيديو والمنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، عادة هذه الميليشيا دائما تغلف جرائمها بثوب الفضيلة. طيب هؤلاء الناس، هناك تقرير خبراء تدعين الأمم المتحدة، ليس من كلام خصوم الحوثيين أو من كلام، هذا تقرير رسمي من الأمم المتحدة يقول أنه خلال 3 أشهر من عام 2018 تم اختطاف أكثر من 600 امرأة وفتاة من الشوارع العامة والجامعات والمدارس والحضارات من قبل الميليشيات الحوثية وإيداعهم في منازل خاصة ليست ضمن المعتقلات الرسمية بالميليشيات، وتعرضنا خلال اعتقالهم لانتهاكات جسدية وتعذيب نفسي واغتصابات جنسية، بعضها القاصرات تتراوح أعمارهم ما بين 13 و19 ربيعاً، تعرضنا للاغتصاب الجنسي. التقرير ايضا رفض اكثر من 10 حالات انتحار. هذا ما تم كشفه طبعا، اما المستور لا نعلم. هؤلاء الناس من يرتكبوا هذه الجرائم الانسانيه والاخلاقيه والدينيه، هل نصدقهم ان يكونوا حماة للفضيله؟ نعم. من ينتهك اعراض اليمنيين ويستبيح شرفهم.
حال مصطفى. اذا تقول انت انه نتيجه الجهل والتجهيل وغياب الوعي لدى الناس فهم يقومون بالتقاط الذريعة ان كل هذه السلوكيات والانتهاكات تتم بتغليف انها من باب الحرص على عادات وتقاليد وايضا فضائل المجتمع. اذا مصطفى محمود كنت معي من مأرب، شكرا جزيلا لك، اعتذر ولكن وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، اشكرك انك كنت معي في هذه الحلقه وهذا المحور. اذا مشاهدينا نذهب لاستطلاع بعض التصريحات التي او بعض التعليقات التي وردت على هذا المحور، ونبدا باستعراض اول هذه التعليقات. ومعنا جبريل يقول اي شخص يجلس قدام مدرسه بنات هاوز البنات وينتظر لما يخرجين عشان يعاكسهن، مش بس تحلق شعره بماكينه، انا من رايي تنتفوا شعره نتاف. ولا اعتذر على اكمال قراءه هذا التعليق، ولكن جبريل ربما هنالك انتهاكات تستحق وقفه الميليشيا جادة، هنالك من يقوم باختطاف النساء، هنالك من يقوم بنهب المحلات وقطع الشوارع، وهنالك الكثير من الجرائم التي تستدعي وجود الدولة وهكذا تصرفات. تعليق آخر من هيثم الجبري يقول ضيوفها ضيقوها على الشعب حتى في قوت يومهم، الضرائب، الوجبات، البلدية، التأمينات، ويا ريت لو هم يتعاملوا معنا بحسب النظام والقانون. حد قولهم كلهم نهب وبلطجة وتهباش، المؤسسات والجمعيات الخيرية من المفترض ما فيش عليهم ضرائب حسب القانون. الآن من بداية 2020 ما تقدر تجدد إلا ومعك إقرار ضريبي ولا ما فيش تصريح، الله يضيقها عليهم مثل ما يضيقوها على خلق الله. آمين يا هيثم. تعليق أخير من حمزة يقول أصبحوا يأخذون الرهائن لإجبار الآخرين على الصمت والسكوت عن قول شيء بحقهم، وماذا عسى الآخرين أن يقولوا فيهم وقد قالوا ما لم يقوله مالك بالخمر وعرفوهم بالواقع. خذ مثلا أستاذ مثل الأستاذ يحيى، حكموا عليه بمحكمة لمدة 10 دقائق بالإعدام، ولأن حكمهم جائر أفرجوا عنه وأبقوا ابنه رهينة لكي يبقى صامت. إذا مشاهدينا بهذه التعليقات نصل إلى نهاية هذه الحلقة، أشكر كل من كان ضيف معي فيها، وأشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، والشكر هو موصول لكم من زميلي معد هذه الحلقة ومنتج البرنامج الزميل عمر النهمي. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، كونوا بخير.